تهني الحميد بن محمد إلي حافي. التحية تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم ورحب بحضراتكم من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث انطلق شوطنا الثالث في مجموعة الأشواط، ويعتبر شوطنا الأول للجعدان محليات الأصايل لسن الإذاعة 5 كيلومترات. مباشرة نسير إلى البداية إلى صدارة هذا الشوط مع المقدمة في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو الشط، يتقدم شعار بو محمد لسيد ساري بن معيوب بن محمد المنصوري، يأتي بانطلاقة الشط على الصدارة الأولى. النقلة إلى المركز الثاني، القادم والمتقدم هنا مبهر، راشد بن سالم بن راشد الساعدي يأتي على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. النقلة إلى المركز الثالث، الواصل والمتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام نسناس، وصل نسناس حمدان بن علي بن محمد المزروعي على ثالث المراكز. النقلة إلى المركز الرابع، الوصول والتقدم من شاهين أحمد بن سالم بن طويرش العفاري اللي احتل المركز الرابع في هذا المسار وفي هذا التحدي. النقلة إلى المركز الخامس، الواصل والمتقدم هنا في هذه اللحظات هنا عالي محمد بن بيات بن منيف المنصوري خذ المركز السادس، بينما المركز السابع سابع المراكز هذا هو شاهين عبد الله بن حمد بن حبتول العامري وصل على المركز السابع، بينما المركز الثامن القادم رحب خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز التاسع في هذه اللحظات هناك ايضا التيار محمد بن سليمان بن مصبح الاكتبي، والمركز العاشر وصل هنا وتقدم شاهين قلنا شعار بن طويلش العفاري. هكذا نتيجتنا وتحدياتنا المثيرة المستمرة هنا في ميدان الوثبة عاصمة الميادين. ذعنا العشر المراكز الأولى في أول أشواط الجعدان المحليات الأصايل. الله نعود إلى المقدمة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو مبهر، هذا هو مبهر هنا على مقدمة هذا الشوط. راشد بن سالم بن راشد الساعدي يقدم لنا انطلاقة مبهر وتحديات في هذا المسار. المركز الثاني القادم والمتقدم لسناس حمدان بن علي بن محمد المزروعي على مستوى المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، الأسماء واصلة، الشعارات متقدمة، الجعدان بدأت بالزحف من المراكز الخلفية. أرى شعار بن رشيد بدأ يتقدم مع مرحب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي احتل المركز الثالث، خاطف نقطتين مع المحليات والمهجنات الأصايل. وهذا هو شوط الجعدان المحليات ينطلق مع مرحب في هذا المسار، بينما المركز الرابع هذا هو عالي وشعار عالي محمد بن بيات بن منيف المنصوري اللي خذ المركز الرابع. النقلة إلى المركز الخامس، هناك أيضا شعار محمد بن مطر بن حوير بن المنصوري يقدم لنا اليرو في هذا المسار. يتقدم بو مطر ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس في هذا المسار، بينما المركز السادس شاهين عبد الله بن حمد بن حبتول العامري، بينما المركز السادس القادم والمتقدم هنا التيار محمد بن سليمان بن مصبح الاكتبي. يا سلام الأسماء وصلت هنا، هذا هو الطايف عامر بن سعد بن محمد المري هنا يأتي في هذا الانطلاق مقدما لنا الطايف وتحديات الطايف، بينما هناك لزام محمد بن رصاص بن سالم العامري، والقادم في هذه اللحظات المسك بطي بن غانم بن علي بن إداه المنصوري. هكذا نتيجتنا وتحدياتنا في هذا الانطلاق في هذا التحدي المثير. يوسف
القلوب نعود إلى المقدمة، لنا عودة إلى الصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. البداية وين؟ الصدارة والمقدمة مع الكيلو ونصف الكيلو، الكيلو ونصف الكيلو، ولكن المقدمة لسناس حمدان بن علي بن محمد المزروع المزروعي، يقدم لنا نسناس ما بين المزروعي وما بين شعال بن رشيد في موقع واحد في مسار واحد. بن رشيد باحث عن الهاتريك على التوالي في هذا الانطلاق بقدوم وتقدم. مرحب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي السويدي، ياتي بانطلاقة مرحب بتحديات مرحب، بدأ يباعد على المقدمة الأولى على صدارة هذا الشوط، بدأ ينفرد هناك مرحب مع الكيلو متر الأخير والخطير في أول أشواط القعدان المحليات الأصايل هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوهبة. المركز الثاني القادم من أسناس حمدان بن علي بن محمد المزروعي اللي ماخذ المركز الثاني، ولكن خلاص البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط هناك مع مرحب على الصدارة في هذا الانطلاق في هذا المسار الجميل. هذا هو مرحب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي إلى جميرة وشواطيها، إلى جميرة وشواطيها. هذا هو الهاتريك، هذا هو الهاتريك عند أبو مانع، عند أبو مانع المقدمة على صدارة هذا الشوط. عاشق السلالة الشاهينية يتقدم مع مرحب، سلالة محلية 100% على بداية هذا الشوط في هذا الانطلاق في هذا المسار. الله 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 الله، وسجل مرحب الهاتريك على التوالي على التوالي في أول أشواطنا في أول تحدياتنا هنا في هذا الصباح. هذا هو مرحب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا تهانينا لك يا أبو مانع، تهانينا على هذا الفوز الجميل وعلى هذا الإدارة هنا. حميد بن محمد اليحافي من يتولى في عملية التدريب والتضمير، ومرحب عصافة الأبطان المركز الثاني القادم من سناس حمدان بن علي بن محمد المزروعي المركز الثالث. هناك لزام حمد بن رصاص بن سالم العامل المركز الرابع، وصل المسك هنا بطيب بن غانم بن علي ميدان المنصوري، والمركز الخامس وصل الطايف عامر بن سعد بن محمد المري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. نعود إلى التوقيت الزمني، توقيت مرحب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على صدارة هذا الشوط مع المقدمة مع البداية الأولى. توقيت الزمني 7:29 بالوفاء والتمام والكمال. المركز الثاني، المركز الثاني حضر فيه نسناس حمدان بن علي بن محمد المزروعي اللي اخذ المركز الثاني بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا 7:31:52 بينما المركز الثالث وصل لزام حمد بن رصاص بن سالم العامري، توقيته الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 7:33:38 توقيت المركز الثالث. والمركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام، هذا هو المسك بطيب بن غانم بن علي بن إداه المنصوري اللي احتل المركز الرابع بتوقيت زمني مقداره 7:00 مشاهدينا متابعين الكرام 38:23 بينما المركز الخامس وصل وتقدم هنا الطايف عامر بن سعد بن محمد المري، توقيته 7:00 متابعين الكرام متابعي قناة ياس الرياضية 43:09 من الثانية. فتعالينا والناموس كافة الفائزين.